وللمزيد ينضم إلينا هاتفيا أمير عبد الحليم مدير تحرير موقع في الجول. أهمية هذه الخطوة التي تأتي عقب 20 عاما من عدم بث مباريات التصفيات المؤهلة لمونديال كأس العالم لكرة القدم سيد أمير، وما القادم من الخطوات؟ هل سنرى المباريات في التصفيات القادمة في كل الجولات الأفريقية وأيضا الأوروبية وأيضا على مستوى كأس العالم؟ مساء الخير أستاذ محمد، ومساء الخير على كل مشاهدي قناة تن. زي ما حضرتك ما قلت، هي خطوة مهمة جدا بالنسبة للإعلام الرياضي المصري وبالنسبة للمشاهدين المصريين المهتمين بالرياضة. وأعتقد أن مباريات مصر في التصفيات المؤهلة لكأس العالم هو خبر مهم جدا لكل المواطنين المصريين، ليس فقط المهتمين بالرياضة. الحقيقة ان الفيفا اعتمد، او الاتحاد الدولي لكره القدم اعتمد نظاما جديدا لبيع مباريات التصفيات المؤهله لكاس العالم. في الفترات الماضيه كان بيتم بيعها بشكل كامل، بشكل حصري، كباكج كامله بتباع للقنوات، ولكن الاتحاد الدولي من اجل زياده الايرادات العائده للمنتخبات في ظل ازمه كورونا قرر اعتماد البيع بشكل منفرد. فبالتالي كان في فرصه كبيره جدا بالنسبه للشركه المتحده وبالنسبه للدوله المصريه ان هي تنافس على شراء حقوق بث مباريات منتخب مصر. وزي ما احنا عارفين وزي ما اغلب الناس عارفه ان طبعا منتخب مصر بالنجوم اللي بيضمها وعلى راسهم محمد صلاح، واحد من افضل اللاعبين في العالم، وبسبب طبعا الاهتمام الشعب المصري بالرياضه واهتمام الشعب المصري بمباريات منتخب مصر، فالمنافسه ما كانتش سهله، المنافسه على حقوق بث. هل هذه هي البدايه؟ وفي القادم في البطولات القاريه القادمه او بطوله كاس العالم سيظل هذا الامر يتكرر وسيسمح لمصر بشراء حقوق البث؟ الموضوع يعود للفيفا بشكل كامل، لكن الكاس العالم المقبل 2022 هو تم بيعه فعليا لمحطه فضائيه. لكن المباريات التصفيات المؤهله لكاس العالم نجاح كبير جدا للشركه المتحده وللدوله المصريه ان تكون الست مباريات في مرحله المجموعات موجوده بشكل متاح مجاني للمشاهدين المصريين فضائيا وارضيا وكمان على الانترنت، لان ده مهم جدا واحنا داخلين السوق الديجيتال بقوه. وفي نفس الوقت المباراتين الفاصلتين المؤهلتين في النهايه لكاس العالم، لان ناس كثيره بتبقى عارفه كويس جدا، المهتمين بالرياضه عارفين ان المباراتين دول يمكن اهم كمان من مباريات مرحله المجموعات طبعا. لان في النهايه هي مباريات ستجمع ما بين افضل 10 منتخبات في القاره لتحديد الخمسه المتاهلين في النهايه. فنجاح كبير جدا، منافسه ما كانتش سهله، وكمان الموضوع ما بدأش من فتره بسيطه، لا، المنافسه دي بدأت من سنه ونص تحديدا، لحد ما الاتحاد الدولي ارسل للشركه المتحده امس بقرار وافق على الموافقه على عرض الشركه المتحده. نعم، السيد امير عبد الحليم مدير تحرير موقع في الجول، شكرا جزيلا لك.